أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مع كتاب إتحاف الطالب في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، للشيخ أبو بكر الملا الأحسائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتوقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف باب سجود التلاوة. المعنى ان احنا عندنا ايات في القرآن الكريم اذا اول ما حضرتك تسمعها لازم تسجد. المواضع دولك هم في القرآن 14 موضع في القرآن الكريم. بس طبعا على خلاف بين الحنفية وبين غيرهم في المواضع، تمام. لكن قبل ما ندخل ونتكلم في السرد بتاع الايات ديك وهي فين، لازم تعرف ان احنا عندنا في المذهب الحنفي اذا انت قريتها او سمعتها او قرات عليك من شخص او سمعتها في مقراء او في مسجد او على الامام في المنبر او من الامام على المنبر او سمعتها مثلا في اي حاجه، يجب عليك سجود الايه، سجود التلاوه، الا انه في حاجه بنسمعها ما ينفعش فيها سجود التلاوه، وهي ايه؟ وهي لو انت سمعتها من راديو، من تسجيل، من بتسمع مثلا من الموبايل بتاعك كذا كذا، يعني لازم اكون سامعها من واحد حي عشان ايه يجب سجود الايه؟ التلاوه. ولازم تكون متوضي ومستقبل القبله، يعني شروطها هي نفس شروط صحه الايه؟ الصلاه. احنا قلنا هم عندنا 14 وعند الجمهور برضه 14، لكن في خلاف بيننا وبين الجمهور في سجدة. انت لما يجي تبص في المصحف او في المواضع هم فين؟ هم واحدة في الأعراف، واحدة في الرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وصاد وحاميم، سجدة والنب والانشقاق وقرأ. سورة ايه؟ سورة اقرأ. لما نقول حميم السجدة اللي هي سورة فصلت غير سورة السجدة اللي هي سبحة لله. حميم السجدة اللي هي سورة فصلت فيها ايه؟ فيها موضع. لكن خلي بالك انت لو عديت المواضع دول بالترتيب اللي احنا قلناه ده هتلاقيهم 15، لا هو احنا 14. ليه بقى؟ لان سورة الحج هي الوحيدة اللي فيها سجدتين، الاولى والتانية موضع عند الجمهور او عند الشافعية، وبتاعت سورة صاد ما اعتبروهاش موضع، تمام؟ لكن احنا عندنا اعتبرنا الأولى من سورة الحج موضع وما اعتبرناش الثانية، واعتبرنا بتاعت سورة صاد، تمام كده؟ يبقى الموضع الـ 14 عندنا لما نيجي نقولهم من أول الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، أولى الحج والفرقان والنمل والسجدة وسورة صاد على الخلاف بقى احنا اعتمدنا عندنا، وسورة فصلت وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة اقرأ. الشيخ هنا برضو ننبه على حاجة، ان من فوائد السجدات المباركة دي ان لو واحد اراها على بعضها هي كل سجدة منهم بتوجب سجدة، يعني كل آية توجب ايه؟ توجب سجدة. فلو واحد أراها سجد بيكون فيها بركة وخير ورحمة من ربنا. في بعض الناس بيروح أرينها، ولما يكون عنده ضيق، عنده فاقة، ودي يعني وارد عند علوم أهل الله، لو عنده ضيق أو مرض أو شيء أو حاجة وعاوز إن هو ربنا يخفف عنه يقرأ، إما يقرأ الآية ويسجد بعدها ويفضل على كده يقرأ وينزل ويقرأ ويسجد ويقرأ ويسجد لحد لما يتمم 14، أو إنه هو يقرأ ال 14 آية ورا بعض ويسجد 14 سجدة ورا بعض ثم يدعو بما شاء فإنه يستجاب إن شاء الله، ومن المجربات. وبالمرة يعني احنا بنتكلم كده كان في فيديو انتشر على صفحات الفيسبوك ان في بعض الناس بتصلي في المدينه ويقول لك ايه، ناس بيصلوا صلاه غريبه ما انزل الله بها من سلطان. ف
فلما دخلنا وشفنا الصلاة اللي بيصلوها تلاقي الراجل بيقرأ آيات السجدة وينزل يسجد ورحيل الله أكبر، وما هي بتيجي بالتكبير بس ما فيهاش السلام، بتيجي بالتكبير وانت طائر نازل تسجد وانت بترفع من السجود من غير ما تسلم من غير ما تقول تحيات من غير أي حاجة. فكانت الناس تعمل إيه؟ تقرأ الآية، تقرأ الآية من وقوف وينزل يسجد ويطلع يقف يكبر ويروح قايل الآية ويكبر يسجد ويطلع يقف. فانت الناس تقول لك دول شيعة دول ولا كفار دول ولا بيعبدوا لغير الله ولا بيعملوا ايه؟ لا ولا حاجة، دول بيبقى على المذهب الحنفي ولا أي حاجة. فالشيخ بيقول ايه؟ قول الحج وإن مش هناخد التانية، وناخد بتاعة سورة صاد اللي هي عند الشافعية مش موضع سجدة لكن هي عندنا موضع سجدة، أو سماعها يعني سماع حاجة من الـ14. ويجب على المؤتم بتلاوة إمامه إن سجد، يعني أول الإمام ما يسجد لو أرى سجدة ما ينفعش المأموم يقول لا أنا مش هسجد، يجب عليه السجود ولو لم يسجد آثما، ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة من غيره بس حي مش في تسجيل. وكيفيته، كيفية هذا السجود؟ أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم، بلا رفع يد عند كده في المتن عشان اللي بيراجع المتن مكتوب ايه؟ أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم. يعني ما تفهمش منها ان بلا رفع يد ما ترفعش ايدك بس تتشهد وتسلم، لا غلط. بلا رفع يد وبلا تشهد وبلا ايه؟ وبلا تسليم، يعني من غير، تمام؟ وانت كده ايه سجدت التلاوه. قال ثم قال باب صلاه الجمعه. صلاه الجمعه فرض عين على كل مكلف، ويشترط لصحتها المصر، عشان تبقى صحيحه لازم المصر. المصر ده اللي هو ايه؟ المصر ده في خلاف كبير او بين العلماء، الخلاصه ان هو على قول ابي يوسف لو اجتمع في المسجد في اكبر جوامع في البلد ديك اجتمع اهل القريه ما ياخدهمش يبقى ده مصر ينفع ان هم يصلوا. طب لو كانت عزبه كده لو اجتمع اهل البلد اللي فيها ما يعملوا صفين ثلاثه من الرجال مش من النساء، من الرجال ما ينفعش يصلوا جمعه، ولما ياذن يخشوا يصلوها ظهر. ويشترط صحتها المصر والسلطان اللي هو الاذن العام او نائبه او نائب السلطان، ووقتها وقت الظهر فما ينفعش قبليه، والخطبة فيه قبلها عكس العيد، والإذن العام يعني من السلطان. ويشترط لها الجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة بالإمام، ثلاثة من غير الإمام، ثلاثة من غير الإمام، وأقلها ثلاثة يعني خلف الإمام، تمام؟ ويشترط لافتراضاتها يعني عشان تكون هي فرض مين يبقى فرض عين عليه؟ الإقامة. قل اللي هنقوله بقى دي اسمها قيود إخراج. يعني إيه قيود إخراج؟ يعني الكلمة اللي هنا خرج عكسها مش داخلة معانا. فلو قلنا ويشترط لافتراضها الإقامة عكس المقيم المسافر، يبقى المقيم واجب عليه المسافر مش واجب عليه، يبقى كلمة الإقامة دي بيسموها قيد إيه؟ قيد إخراج. اشترطوا لافتراضها الإقامة فلا تجب على مسافر، والذكورة فلا تجب على أنثى، والحرية فلا تجب على العبد، والصحة فلا تجب على مريض. ثم الشيخ انتقل لبعد كده لحاجة تانية، ودايما بتحصل مع بعض الناس اللي هم بيجي متأخرين قوي، يقول لك أنا دلوقتي صحيت من النوم متأخر، المهم نزلت لقيت الإمام في الركعة الأخيرة أعمل إيه؟ عندنا في المذهب الحنفي طالما إن حضرتك لحقت الإمام قبل التسليم قوم صلي جمعة، قوم صلي إيه؟ جمعة، طالما لحقته قبل ما يسلم. إنما لو أنت أدركته بعد ما سلم السلام الأول لازم تصليها ظهر، تمام كده؟ عند غير الأحناف لو فاتك الركوع بتاع الركعة الثانية تجيبها ظهر، تجيبها إيه؟ ظهر. مين أيسر كده؟ مذهب الأحناف،
ان انت لو لحقت في السجده الاخيره، السجده قبل الاخيره، لحقتهم في التشهد الاخير، طالما لحقتهم في التشهد ايه تسجد تصلي، يعني تقعد معاه وتقوم تصلي جمعه. ويجب السعي، السعي لها واجب، يعني المشي لها واجب، وترك البيع بالاذان الاول، لان الاذان الاول هو اذان الظهر اللي هو ايه للجمعه. ويسن ان يخطب خطبتين، ان يخطب خطبتين بينهما جلسه، لا جلسه استراحه، وده على الامام. تمام. ثم قال: باب صلاه العيدين تجب على من تجب عليه الجمعه بشرائطها كلها، الذكوريه والحرية والإقامة والإذن العام والمصر إلى آخر، إلا حاجة واحدة بس، الخطبة. الخطبة بتختلف في العيد إن هي سنة وقبل الصلاة، ده فين؟ ده في الجمعة، في العيد سنة، سنة في العيد هي سنة وبعد الصلاة. طيب في الجمعة، في الجمعة هي تقوم مقام الركعتين، هي تقوم مقام الركعتين وتكون قبل الصلاة، وتكون قبل إيه؟ وتكون قبل الصلاة. ووقتها وقت العيد مش وقت الجمعة، وقت الجمعة وقت الظهر. أما العيد وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني من ارتفاع الشمس من بعد الشروق لحد لما يبقى باقي على الظهر، يعني ربع ساعة، عشر دقايق كده يعني. لكن طبعا احنا بنأخرش، لان احنا في بلاد دلوقتي الحمد لله احنا بنصلي بعد الشروق على طول على الساعة 6 ولا حاجة. وكيفياتها، كيفية صلاة العيدين، صلاة العيدين عشان ما تلخبطش نفسك، عندنا احنا بالراحة امك، ادي الركعة الاولى وادي الركعة الثانية. اولا احنا عندنا التكبير خلاف الشافعية، احنا عندنا في عند الشافعية بتكبروا 7 وبيكبروا ايه، بيكبروا 5، احنا بنعملش كده. احنا التكبير عندنا 3 و3، التكبير عندنا 3 و3. بس هي التكبير ازاي بالراحه كده؟ ادي الركعه الاولانيه، مش انا لما باجي اكبر اصلي صلاه العيد الاول، برفع ايديا واكبر وبعد كده اصلي الركعه الاولى، لما اجي ارفع الثانيه اكبر وبعد كده اقرا. عندنا في المذهب الحنفي مش كده خالص. اصليها ازاي على المذهب الحنفي؟ بيقف الامام يكبر تكبيره الاحرام، دي مش محسوبه من الثلاث، الله اكبر، ويرفع ايديه فيه، وبعد كده يكبر 3 تكبيرات تاني اسمهم تكبيرات الزوائد، وكل تكبيره من دول بيرفع ايده فيها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ويقرا. تمام. يبقى كام؟ 3 تكبيرات في الركعه الكام؟ في الركعه الاولى 3 تكبيرات في الركعه الاولى، ويركع ويسجد ويقوم يقف. خلي بالك هو عمل ايه في الركعه الاولانيه؟ كبر ثم قرأ، صح كده؟ لما يقوم للركعة الثانية يعكس، يقرأ ثم يكبر، فيبقى التكبير كأنه في الطرفين والقراءة في النص، يبقى تكبير فقراءة، قراءة فتكبير. وبرضو كبر كم مرة؟ 3 غير تكبيرة الركوع، وطبعا غير تكبيرة القيام للركن. يبقى يصليها ازاي؟ انا اصليها اهو، نويت اصلي فرض سنه العيد، الله اكبر، اجي تكبيره الاحرام، بعد كده اجيب الزوائد، اجيب هنا دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ادي 3 هم، هقرا الفاتحه وسوره واركع واسجد واقوم بعد كده اقف. أو لما أجي أقول الله، ما هنا ما أرفعش إيدي، الله أكبر، أروح واقف. مفيش كده عندنا في الرفع منين؟ من السجود، مفيش، ولا عند الأئمة الأربعة. الله أكبر، أروح واقف. أروح قارئ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة. السورة بعدها انزل، شوف انا اهو، اروح بقى جايب كده اهو، الله اكبر، ادي 1، الله اكبر، ادي 2، الله اكبر، ادي 3، تمام، الله اكبر، اروح راكع، ادي يا عم صلاه الايه، صلاه العيد.
وكيفيته أن يصلي ركعتين مثنيا، يعني دعاء الثناء قبل الزوال، ثم يكبر، ثم يكبر لها رافعا يديه عشان تكبيرة الإحرام ثلاثا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع. فإذا قام للثانية ابتدأ بالقراءة ثم إيه؟ ثم التكبير للزوائد ثلاثا، فإن قدمها في الثانية على القراءة جاز. يعني إيه؟ والله أنا مش عايز أعمل بلبلة بلد مثلا كلها شافعية، أو عادة الناس إن هم بيصلوا على مذهب سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، فما أنا عملنا كده يعمل لهم بلبلة، فأنا عايز دلوقتي أقدم التكبير على القراءة، يعني أقوم من السجود بدل ما أقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا أروح أقول كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر وروح قارئ، ما في مشكلة، ما فيش أي مشكلة من أي نوع. بس إحنا عندنا التكبير كام؟ ثلاثة وثلاثة، ماشي. طبعا لو الإمام نسي تكبيرة ولا حاجة الدنيا يعني بتخرب يوم العيد، ويقعد يقول لك ده بيألف ده مش فاهم حاجة ده كذا ده كذا إلى آخره، طبعا غلط اللي بيحصل ده. ثم يخطب الإمام، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين، طبعا أعد لسماع الخطبة سنة، ويجب تكبير التشريق. العيد الصغير اللي عيد الفطر فوش تكبير، طب والعيد الكبير في تكبير لحد فين؟ لحد آخر أيام التشريق الثلاثة، يعني اللي هو عصر رابع يوم العيد ده عندنا، عند غيرنا عصر ثالث يوم، يعني أكبر من فجر يوم النحر لحد ثالث أيام التشريق، ثالث أيام الإيه؟ ثالث أيام التشريق. ثم بعد الانتهاء من صلاة العيد عقد الشيخ بابا لصلاة الإيه؟ الجنازة، هي فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ومش آثمين ولا حاجة، الإيه الباقين دول كالغسل والكفن والدفن، كل دي فروض إيه؟ كفاية. طب لو ما حدش عمل حاجة من دي، يعني لا حد غسله ولا كفنه ولا حد صلى عليه، البلد كلها تأثم. وشرطها إسلام الميت وطهارته، إسلام الميت معروف يعني ما ينفعش نصلي على واحد مش مسلم، طب وطهارته يعني ما ينفعش نصلي عليه إلا بعد التغسيل، فإذا لم يغسل وصلي عليه بطلت الصلاة عليه، ووجب أن يعيدوا غسله أو أن يغسلوه، ووجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، ووجب عليهم أن يعيدوا إيه؟ الصلاة. وركنها التكبيرات والقيام. يعني إيه ركنها التكبيرات والقيام؟ يعني أنا عندي في كل حاجة فيها أركان وشرائط وسنن ونوافل وكلام من ده، أنا دلوقتي عايز أصلي صلاة الجنازة، دخلت في التكبيرة، في التكبيرة الأخيرة عايز أصلي صلاة الجنازة، فأنا دخلت الجامع بكبر التكبيرة الأخيرة الله أكبر، فأنا إيه كده. وخلي بالك إحنا ما عندناش في صلاة الجنازة رفع يد، مفيش الله أكبر تكبيرة الإحرام وخلاص على كده، الأول الله أكبر الله أكبر زي ما هي الله أكبر الله أكبر وهكذا وراك ماشي من غير رفع ايه؟ بدون رفع يد. حصل ان انا لما دخلت متاخر انا لسه عبال ما هقرا واعمل واعمل يكونوا ما شالوا الجنازه. خلي بالك عندنا في المذهب لو شالوا الجنازه من على الارض وانت لسه بتصلي بطلت صلاتك. ليه؟ لان انت بتصلي على جنازه مش موجوده. الله، طب ما احنا عندنا يا عم الشيخ في الدين حاجه اسمها صلاه الغائب. صلاه الغائب عند الاحناف ما فيش حاجه اسمها صلاه الغائب. صلاة الغائب ده عند سادتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الدنيا والآخرة. طب أعمل أنا إيه بقى عشان خاطر إن أنا ألحق أنا الركن بتاعي؟ فأنا داخل وقت متأخر الله أكبر وإيه وأقرأ، هو راح قايل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، راح أنا وأنا واقف أقول كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص على كده. طب ليه اعمل كده؟ السنه كده. والقيام وركنها ايه؟ القيام. يعني ايه القيام؟ ان انا اصليها واقف، ما ينفعش اصلي وانا قاعد الا ان تكون معذورا، ده موضوع تاني، والمعذور اذا كان المعذور بيصلي
الفرض قاعد، مش هيصلي الفرض، مش هيصلي صلاة الجنازة اللي هي فرض كفاية قاعد، ده موضوع تاني خالص. وسننها قيام الإمام بحذاء صدر الميت. يعني حذاء الصدر، الصدر أهو، وهو لما بيجي يتحط في الخشبة عشان تصلي عليه بتحطه على ظهر، ويبقى كتفه اليمين في القبلة، بحيث وانا يعني رأيت كده، بحيث لو احنا قلبناه على جنبه اليمين يبقى ظهره لينا ووشه يبقى للقبلة، ورجليه في المشرق ودماغه في المغرب، تمام كده؟ ادي دي الصلاة. عندنا مفيش فرق، يقف قدام الميت سواء كان راجل او ست فين حتة عند الصدر. والثناء سبحانك اللهم وبحمدك الآخر بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي بعد الثانية، والدعاء بعد الثالثة. يبقى احنا عندنا صلاة الجنازة في مذهب حنفي قراية الفاتحة، طبعا هنا ما جابش قراية الفاتحة، ده السنة الثناء بعد الأولى، الثناء بعد الأولى، مفيش عندنا قراية فاتحة إلا على الإمام، إلا على الإمام، تمام. ثم التكبيرة الثانية يقرأ النص الثاني من التشهد. التكبيرة الثالثة عندنا يدعي فيها للميت والميتين والأحياء والعايشين والمنتقلين وكل أمة سيدنا رسول الله. التكبيرة الرابعة فاضية ما بيقرأش فيها حاجة، عبارة كده الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أدي صلاة الجنازة عندنا. طب ليه ما يقراش الفاتحة؟ لأنه لا فاتحة على المأموم. ثم يعني الشيخ يعني في دقيقة كده ولا حاجة نتكلم في بقية المسألة، وهو إن الشيخ افترض بيقول وإن دفن بغير صلاة صلي على قبره ما لم يظن تفسخه. يعني واحد دفناه من غير ما نغسله، نعمل إيه؟ نروح نصلي على القبر بتاعه بس بشرط ما يكونش تفسخ. طب تفسخ دي نعرفها إزاي؟ تعرفها من التراب، هو اللي يقول لك بقاله قد إيه؟ تقول له بقاله 10 أيام، يقول لك لا لسه ما تحللش، تقول له مثلا بقاله 3 ايام لسه ما تحللش، ده ممكن يقعد سنه ويقول لك الارض هنا ما بتحللش الميت الا بعد سنتين ثلاثه نصلي عليه. يعني الموضوع نسال فيه مين؟ نسال فيه الطربي. ما لم يظن تفسخه، ومن ولد فمات نصلي عليه ولا ما نصليش؟ لو نزل عيط من بطن امه يصلى عليه، ما نزلش بيعيط من بطن امه لا يصلى عليه. ومن ولد فمات ان استهل، يعني سرخ، ان استهل صلي عليه والا لا. ثم قال كتاب الزكاه. نتوقف الى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. نسال الله تعالى ان يجعل ما قلنا وما علمنا وما تعلمنا